دلوقتي احنا اتحركنا مع حضراتكم مشاهدينا ورحنا نشوف مكان اخر داخل محطة الحافلات المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا حاليا واقفين في محطة انتظار الحافلات. طبعا هي مناطق يعني يمكن اكتر من 4 مناطق. انا طبعا هنعرف دلوقتي المعلومة كاملة، ولكن خلينا نعرف كل المعلومات مع المهندس عبد الرحمن صالح، المهندس في احدى الشركات المنفذة للمشروع. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن انا كنت بقول معلومة دلوقتي ان هي 4 مناطق، صح كده؟ طب لو حضرتك تشرح لنا بقى مكونات المنطقة بالتفصيل. احنا موجودين في احدى المناطق الخاصة بنقل المواطنين بين العاصمة والعاصمة زي ما قلت لحضرتك. جميع الزونات خاصة بانتظار الحافلات فقط وليس تجول المواطنين. الباص بيبدأ يتوجه للرصيف الخاص بالمغادرة والوصول أثناء الميعاد المحدد للرحلة، ويبدأ المواطن يتحرك من منطقة صالة الركاب، يركب الباص الخاص بيه ويتوجه للرحلة بتاعته. يعني جميع المناطق مجهزة بشواحن كهرباء الخاصة بالأتوبيسات. جميع المناطق اجمالي عدد 730 اتوبيس. 730 اتوبيس موجود في الاربع زونز. اربع زونز بالظبط. باجمالي مساحه 205,000 متر. وبالفعل المشروع حصل على يعني ريكورد في موسوعة جينيس. اول نقطه خاصه بالمساحه، اكبر مساحه منطقه انتظار حفلات تحت الارض ب 8 متر. اكبر مساحه جراج تحت الارض. تحت الارض خاصه بانتظار الحفلات او الاتوبيسات. وتاني نقطة أكبر مساحة، أكبر عدد 730 أتوبيس تحت الأرض. أحب أضيف لحضرتك والسادة المشاهدين إن جميع المناطق مجهزة بمباني لخدمات السائقين. السائق بيركن الأتوبيس الخاص بيه وتوجه للمبنى، في موجود استراحة للسائقين والكافيتيريا خاصة بيهم. ده تسهيلا إن يعني للسادة القائمين على تشغيل المحطة السائقين. وفي أدوار إدارية خاصة بالإداري بتاع الناس اللي هتدير المحطة تسهيلا ليهم يعني كوسائل راحة وأمان، ما يبقاش في تجول في الحارات المروريه الخاصه بمنطقه الانتظار. احنا سعداء جدا ان احنا نقلنا يعني كم المعلومات ده مع حضرتك، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني نشوف حجم تشغيل الفتره اللي جايه على ارض الواقع. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتوا.